انا يعني انا عارف النهارده، خلينا اروح لملف بقى عشان ده في الاخر هيودينا للي انا عايز اروح له، اللي هو جلسه حضرتك النهارده انا خايف في منك. المناقشه. لا 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 ما تخافش، لا هتدخل عليا. لا انا منظم الحوار ومستستمه بشكل بحيث ان احنا نقدر ناخد اكبر استفاده، وحضرتك منورنا النهارده في الاستوديو. طيب حضرتك كنادي مواردك ايه؟ ما هو دلوقتي عشان اقدر انا اعمل حاجه او انفذ بلان، خلينا نتكلم، هو بيزنس. حضرتك يعني راجل دوله وعارف يعني لازم يبقى عندي انكم، والانكم ده بصرف عليه بحقق بيه بلان عشان يطلع منه اوت بوت في الاخر، فلازم يكون عندي موارد. الانديه الجماهيريه معروف مواردها منين. نادي زي نادي الصيد عريق، اسم كبير، تولاه ناس كتيره جدا فاضله، مواردك منين؟ دخلك بيجي منين يا باشمهندس؟ يعني هقول لك على نادي الصيد، ومش نادي الصيد بس الحقيقه، في الانديه بصرف النظر على الانديه الجماهيريه اللي فيها كوره، الانديه الكبيره الاهلي والزمالك وخلافه، وفي الانديه كبيره اسما نعم شعبيه ليها جمهور، الاسماعيلي والمصري وبورسعيد وكده، الاتحاد، وفي انديه تانية اجتماعيه كانت بتوصف انها اجتماعيه زي نادي الصيد ونادي الجزيره ونادي هليوبلس وسبورتنج وسموحه. نعم. والانديه دي والمعادي، دي انديه ليها طبيعه خاصه جدا. بدايه نادي الصيد هدي لك بدايته من سنه 37، نادي الصيد ابتدى الفكره، اتفتح سنه 39 نادي للرمايه فقط. فين بقى اول فرع؟ في الدقي. في الدقي. كان في الدقي، ده قبل فرع بورسعيد يا باشمهندس؟ قبل بورسعيد، لا الافتتاح كان في الدقي، وكان في اللي هي في البرك في الشرقيه، وكان في الفيوم اللي هو برضه صيد الطيور. فكان النشاط الاساسي في نادي الصيد الصيد. طبعا مع الصيد بيبقى لازم في مبنى اجتماعي وفي حمام سباحه، وبعدين ابتدى يبقى في ملاعب تنس، ابتدى يبقى في كذا. الكلام ده من بنقول من حاجه و70 سنه. النهارده في ايه في نادي الصيد؟ في 8500 ممارس للرياضه على مستوى البطوله وعلى مستوى الاكاديميات، في عندنا 25 لعبه، عندنا اربع فروع الالعاب متكرره، فبقى تحولنا الى جهه ما اقدرش اقول انا مش نادي رياضي. صحيح. انا كان مبدئي او فكري نادي الصيد نادي اجتماعي، ابنائه يمارسوا الرياضه لاعلى مستوى ممكن. يعني احنا يمكن الفرق كده ان احنا مش قايمين على ان احنا نشتري لعيبه ونعمل كذا، انما احنا اولادنا احنا عندنا امثله كتير جدا، هبقول لك يعني ان شاء الله كده اسئله حتى على 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 مستوى الكوره. سيف عيسى تايكوندو بطل اولمبي. احنا عندنا نادي الصيد اللي ما حدش يعرفه، اكبر نادي فيه ميداليات اولمبيه مصر، عندنا 5 ميداليات اولمبيه وعالم وبطولات عالم. هدايه ملاك وسيف عيسى دول واخدين 3 ميداليات اولمبيه، عندنا سيف عيسى واخد ناشئين، عندنا عمرو خيري واخد ناشئين، خالد فوزي واخد بطوله عالم. فاحنا عندنا في التايكوندو اكبر نادي حصل على ميداليات اولمبيه ودوليه. بالظبط. زائد ان عندنا الرمايه لعيبه، احنا شفنا في اولمبياد اعتقد 2016 احنا كنا بنتفرج على الفاينل، كان ممكن نبقى في عندنا ميداليه برونز. اللعيب بتاعنا كان طبق بطبق لغايه الاخر. عندنا سلاح الشيش، عندنا القوس والسهم، عندنا ميداليه اولمبيه في الناشئين اللي هي بتاعت اولمبياد سنغافور ايام 2007. فانت بتتكلم على نادي بيحتضن العاب في كفاءات وفي امكانيات كويسه، الاولاد ما شاء الله عليهم يعني صحيا كويسين، اجتماعيا كويسين، ثقافيا كويسين، فدول مشروع بطل اولمبي. بطل اولمبي. صحيح. مشروع ابطال. في الكوره طبعا مش عايز اعيد، لا مدرسه الكوره مش هقارن نفسي بالاهلي ولا بالزمالك ولا بكده، انما هقول لك ان عندي اللي ماشي من عندي واحنا بنفخر بيهم جدا في الزمالك، حازم امام واحمد عبد الله ويحيى نبيل، في الاهلي في هشام حنفي وفي محمد فضل وفي ياسر الورداني وتامر النحاس، كل دول مدرسه كل دول مدرسه الكوره من نادي الصيد، وماشيين على 14 15 16 سنه. نعم. وانا اتشرفت ان كنت مقرر لجنه الكوره في نادي الصيد يمكن من 80 ل 90 فعلا. 10 سنين. بس ما كانش عندنا، ما كناش مشارك في الدوري. اول فريق اتعمل يلعب فريق درجه اولى يعني فريق كبار، كان فرقه هتستغرب اساميهم مين، يعني المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، فعلا استاذ عمرو السعيد، عمرو عبد الحكيم عامر، مش عايز انسى حد يعني، كان لعيبه متميزه جدا، اسامي يعني كبيره كمان، اسامي كبيره لمراكز. فدي كانت لعيبه لعبوا، واقول لك حاجه انهم طلعوا من درجه ثالثه لدرجه اولى في 4 سنين، فوتوا سنه واحده بس ما قدروش يطلعوا. ولعبنا مع النادي الاهلي ماتشات، ولعبنا مع الزمالك دور 8 كاس مصر. ايه ده؟ ومحدش عارف التاريخ ده على فكره، انا بقوله انا بتكلم في قناه الاهلي الكوره. الزمالك نادي الصيد كسب الاتحاد السكندري وكسب المقاولين العرب في كاس مصر سنه، انا مش قادر افتكر السنه. بس في السنه دي ولعبنا دور الثمانيه واتغلبنا من الزمالك 3-2. كان ليه وجود قوي. طبعا. وتاريخ الكوره احنا دلوقتي انا بتكلم مع المجموعه بقى اصدقائنا واولادنا يعني اللي هم لعيبه الكوره الكبار، انا عايز اعمل تاريخ للكوره في نادي الصيد، لان في اجيال قبلنا اسامي كبيره كانت بتلعب ناشئين. لازم تأرخ الكلام ده، لانه ممكن بعد 10 15 سنه
الناس تنساه. بالظبط. دورات رمضان كانت مشهوره جدا في نادي الصيد. نادي كانت مشهوره جدا. ان انا كنت ساكن جنب نادي الصيد، فكنت اسمع الدورات الرمضانيه دي. كان في فرقه بتلبس اسود، انا كنت بلعب في الفرقه دي، كانت الفرقه السوداء. يعني لغايه معروفين. لا بص، تاريخ نادي الصيد دايما معروف، واحنا في اجيال ورا بعض، فاحنا كلنا نادي الصيد مرتبط، وجيران واصدقاء من منطقه واحده. فنادي الصيد نادي كبير جدا في الرياضه، نادي كبير مش صغير. صحيح. انا بتكلم على العاب ثانيه كمان، بتكلم في الجمباز، عندنا لعيبه كويسه في الجمباز. فاحنا عندنا السكواش، عندنا في التنس، احنا بننافس، احنا بننافس النادي الاهلي في 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 البنات خصوصا، في الفولي وفي الباسكت. صحيح. يعني انا حضرت السنه اللي فاتت نهائي كاس مصر بين الاهلي والصيد، وانا كنت قاعد، كنت سعيد جدا الحقيقه ان انا اولادنا بينافسوا الاهلي. كان كابتن محمود الخطيب ومع الوزير العمري كانوا قاعدين. لا كان والسنه دي فاينل السوبر تقريبا، كان نادي الصيد، كان نادي الصيد ونادي الاهلي برضه. ففي عندنا تنافس، مش هقول لك احنا بنتنافس في رياضات بالحجم ده او بعدد، احنا مش امكانيات نادي الاهلي في الرياضه، بس الامكانيات المتاحه لحضرتك عامل نادي الصيد الصراحه. احنا نادي بنسعد جدا باولادنا، ما احناش نادي عايز اشتري لعيب عشان يجيب لي ميداليه، انما انا بسعد ان ابني او ابن زميلي او كده طالع من نادي الصيد. احنا بنقول ابن نادي الصيد. حازم امام كل ما بنشوفه نادي الصيد كله، حازم امام لعيب من نادي الصيد مش من نادي الصيد. نادي الصيد فعلا. فانت بتتكلم على نادي ليه تاريخ رياضي.